وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: رفعنا بعلومه وعلوم سيدنا في الدارين آمين. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرض الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق للدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاشر برسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التطويل شلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزما. وهذه موجودة لخطها جوهرة التوحيد قد هددتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا بالثواب طامعا. فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنعا، ومثل ذا لرسله فاستمعا. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترتيب، ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف. فقال: إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الغير. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، تنظر إلى نفسك ثم انتقي للعالم العلوي ثم تؤذي. كان 15 بيت هيك؟ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حد عاوز يقرا تاني؟ نقراهم كده مع بعض. الحمد لله شكرا جزيلا. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرف الدين عن التوحيد، فارشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب برسل ربه واله وصحبه وحفظه. فبعد، فالعلم باصل الدين محتم يحتاج للتبيين، من التوحيد كانت صار فيه الاختصار ملتزما. وهذه وجود نقضتها غرابة التوحيد قد هددتها، فصار في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. وكل مخرج شرعا وجب عليه ان يعرف ما قد وجب لله وجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. اذ كل من قلد في التوحيد لم يقوم من تقليد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقاق فيه الكشف. فقال: إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزد بغير. فاجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، انظر إلى نفسك ثم انتقي للعالم العلوي ثم السفلي. انظر إلى نفسك ثم انتقي للعالم العلوي ثم السفلي. وقلنا إن صحة النظر لا تتوقف على هذا الترتيب، يعني ممكن ينظر إلى السفلي ثم العلوي ثم ينتهي به بالنظر إلى نفسه، يعني ليس بلازم أن يرتب هذا به الترتيب. وما الشيخ رتب ليه كده؟ عشان ضرورة ايه؟ النظم. لم يتأتى معه النظم الا ايه؟ الا هكذا. وقد يمكن ان يتأتى النظم بطريقة اخرى، ولكن طبعا بدأ بالنفس طبعا لانها اقرب الاشياء الى الانسان. ولذلك لم يجد الحق سبحانه وتعالى ما يعبر عنه بشدة القرب ويقارنه إلا إيه؟ النفس. قال: نحن أقرب إليه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أنا أقرب شيء إليه، ونحن أقرب إليه أي من نفسه من حبل الوريد، يعني أنا أقرب شيء إلى الإنسان نفسه، إنها هي ذاته يحيا ويعيش بها. لو تنظر إلى نفسك، لو أن الإنسان نظر في ما كونه الله سبحانه وتعالى في ذاته، يعني في نفسه، لوجد إيه؟ عجبا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ويقول سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
يعني هنا برضو الايه الابصار بمعنى التفكر يعني افلا تشعرون يعني افلا ايه تتفكرون افلا تتدبرون. مثلا يعني كل خليه من خلايا الجسم تاخذ اعضاء الله سبحانه وتعالى وضعها في العضو المخصص لها وتكيف نفسها طبعا بتدبير وتهيئه من حكيم خبير لتكون جزءا هذه الخلايا تتكون من اللحم ويتكون من الجلد ويتكون من العظم ولا يلبث ان يبلع اللي هو اللحم الجلد العظم الى اخره. وتصنع من هذه الخلايا ايضا اسنان الانسان وتنتج منها السوائل الشفافه في سائل في العين لزج لو لا يستطيع الانسان ان يفتح او يغمض عينيه. وكذلك في الانف سائل المقاط في الاذن انت وضعت شيء هيطلع سائل. دي كلها بتحافظ على وظائف الجسم المختلفه. مئات الخلايا في جسمك مئات منظمه تنظيم دقيق محكم عجيب مدفوعه بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى لان تفعل الصواب في الوقت المحدد والمكان المحدد. ومن ذلك ما تكونه الخلايا كما قلنا من اعصاب عظم شعر دم. في عندك في النفس مركز الجهاز العصبي ده يقوم باخطر ادوار الحياه اخطر حاجه في حياه الانسان لانه يرسل الرسائل من انحاء البدن وجوانبه الى المخ وتبلغ الاوامر الى العضلات والاطراف والغدد والى اخر ما شاف الهدام كل ما يتحكم فيه الجهاز العصبي. مثال على ذلك سائق واحد سائق سياره يلمح طفلا يعبر الشارع ما الذي يحصل؟ الاشاره تاتي الى المخ فيصدر امرا الى الجوارح واعضاء الجسد لتنفيذ المطلوب. يعني ماذا يطلب في هذه الحاله اذا كان طفل؟ اما يوقف السياره او اما ينحرف يمين او شمال حتى لا يصدم او يميت او يقتل هذا الطفل. كل ده بعمليه اوتوماتيكيه عجيبه لم يلاحظها الانسان ولم يتوقف ولم يفكر فيها كيف تمت. الانسان لا يدري. يعني معنى هذا لو كان هو صانع هذا الجهاز العصبي كان عرف كيف تم اصدار هذه الاوامر الى الاعضاء وكيف قامت بالتنفيذ دون تردد. فالعلاقه وشيه بين الحواس وبين المخ ما دام الوعي والادراك موجود في الانسان. ما دامت الانسان بوعيه وادراكه في علاقه قويه جدا بين المخ وبين بين الحواس. وطالما الادراك موجود يعني معناها علامه على ان هذا الانسان مميز، علامه على انه مفكر، علامه على انه مسؤول عن تصرفاته، مدرك. اذا كان ضائفا عن الواحد مؤمن غير مسؤول، ما فيش علاقه بين الحواس وبين المخ. او ده الانسان اللي ما عندوش الادراك. فبذلك يتفرع التمييز والتصور. طالما في ادراك هيتفرع من ذلك انه الانسان هيكون مدرك يعني مميز، يعني عنده تصور، يعني هناك ذاكره، يعني هناك تعليم، هناك تساؤل، هناك اجابه. يعني هنا عندنا اشياء كثيره كل هذه بسبب انه مدرك. مدرك ليه؟ لانه الجهاز العصبي ده في علاقه بينه وبين الحواس. نتج عن وجود هذه العلاقه وجود ما يسمى بالادراك او الوعي او المسؤوليه عن التصرفات. ما حقيقه الادراك؟ ما حقيقه الوعي؟ ما حقيقه هذه الامور؟ لا يعلمها الا خالقها سبحانه. لكن
تتم بها وظائف مهمة جدا، والإنسان يرى آثارها ويرى نتائجها، إنما حقائقها يعني كيف تتم عملية التفكير في المخ، كيف يربط بين مقدمتين ويأتي بنتيجة، كيف يراجع، ما يعرفش من هو عليه أن يراجع وعليه أن يقوم بالعملية. إنما إيه اللي حصل في الخلايا، إيه الوحدات اللي تفاعلت مع بعض، لا يدري الإنسان عن ذلك شيئا، فيقف على حقيقة مهمة أنه يدبر أمور بهذه الجوارح أو بهذا الجهاز، ولكن هناك مدبر وراء هذا التدبير، بدليل أنه مش عارف مكان التدبير فين، ولا جنان ولا يدرك آثاره ويدرك أن وظائفه متحققة، تدرك ذلك. زي ما أنت تجي في المنزل تدخل الحجرة مظلمة، تعمل إيه؟ تضع على المفتاح فيضيء. كيف سرت الكهرباء في الأسلاك؟ كيف تمت عملية الإضاءة؟ أنت لا تعرف، لكن تقطع بوجود حاجة اسمها كهرباء بوجود الأثر. كنت منكر، عرض الأسلاك وامسك وشوف، يبقى معناها في شيء اتصل بشيء. أول ما تيجي تغلق انقطع، كيف انقطع التيار؟ والأسلاك ما انقطعتش، التيار موجود، لكن كيف انقطع؟ إيه الفصل، الفصل اللي حصل؟ كيف يتوصل؟ إذا ده في جسم الإنسان وفي نفس الإنسان، وفي علاقة قوية يتم أو ينتج عنها الوعي والإدراك، التمييز والتصور والتعليل، يعني الإنسان يعلل يقول لك لماذا؟ وبعد ما يصل إلى إجابة لماذا يروح يسأل ثاني لماذا؟ وهكذا. كل هذه الأشياء لا ندريها، ولكن نعيش بها ونلحظ آثارها ولا نحيط به بها علما. يعني مثلا أنا ألحظ أنه التفكير ده والعملية الإدراك والتصور نتيجة عن وجود عقل، أنه ما فيش عندي عقل كيف أدرك وأفكر وأصور. لكن لو سألتك كيف يعقل العقل، مش ممكن تجيب كيف العقل؟ لا، أنت تعرف أن العقل ده بيقوم بعملية التعقل، لكن كيف يقوم بها لن تستطيع الإجابة، ولا تستطيع حتى العالم بأسره. كده الإنسان يعرف أنه بهذه الآلة أو بهذه القوة التي فيه اللي اسمها العقل يعقل، يعني يفكر يفهم. لكن كيف يعقل العقل؟ هل يدرك العقل، العقل نفسه أنه يعقل؟ أنت بتدرك أن العقل ده بيتم تعقل بوجوده، هل يدرك أشياء معينة وظيفة هي تنتج من آثار الحواس، المشاهدات والمرئيات والملموسات وسائل المعرفة بالنسبة له، أم يجنح وراء ذلك؟ إذن نرى الآثار، لكن لا نرى لا نرى حقيقة العقل ولا نعرف فين مكان. كذلك اختزان المعلومات في الذاكرة، عند الذاكرة مختزلة معلومات، لكن فين السجلات دي؟ فين الفهرس؟ فين يعني أنت لما تحب تجيب معلومة من 50 سنة مثلا، أنت عندك 70 سنة، تقول من 50 سنة شهر كذا، فين التاريخ؟ زي كأنه عندك يعني سجل مبور في دماغك، يعني زي يقول لك دماغه دفتر، وفعلا في دفتر في ذاكرة، في معلومات مرتبة، لأنه لو كانت مش مرتبة ما يستطيعش تمييز التاريخ، فنقول ده قبل ده وده بعد ده، معناه في في ترتيب. لكن لو ما فيش ترتيب، يعني معناه ممكن يحكي لك اللي حصل اليوم على انه حصل من من 10 سنين، يلخبط يعني. انما طالما في التزام وفي ترتيب والواقع وصدقه. وما في بعض الناس بيكتب مثلا يقول لك شاهد على العصر، بيحكي حاجات من 70 سنة و80 سنة مر بيها وشافها. الإنسان أشياء وهو في سن الطفولة ما زال يدركها ويرتبها، هذا قبل هذا، معناه في ذاكرة فين؟ في الإنسان. طب هذه الذاكرة فين السجلات؟ فين عملية التبويض وعملية الفهرس؟ ومن العجيب
انه خلايا الجسم بدل تتجدد دوما دائما بصفة دائمة حتى الدماء دماء الانسان تتجدد عضوه ما عدا كل خلايا الجسم تتجدد ما عدا خلايا الدماغ فإنها منذ تكونت حتى ينتهي دورها يعني حتى يموت الإنسان لأنه لو تغيرت خلايا الدماغ مثلا كل 6 أشهر أو كل مثلا دورة ماذا يحدث لكان في كل تجدد على الإنسان أن يبدأ حياته من الصفر في كل مرة معناه التجدد معناه هتيجي خلايا جديدة وكل المعلومات القديمة هتتمسح زي النسخة بتاعت الكمبيوتر لما يتغير هتجيب نسخة معناها معلش حاجة جديدة هتبدأ منين من الصفر يبقى كل خلايا الجسم تتجدد إلا إيه عشان كده يبقى الذاكرة موجودة والقرص والصلب ده موجود يعني ده الإنسان لو فكر في هذا الأمر يعني شيء إعجاز يذهل الإيه العالم ويجعل الإيه يعني لو أن الكفار وقفوا عند هذه الحقائق يعني بقلب كده وبإيمان وتعقل لاهتدوا إلى الحق نعم التبذير ده ما يلزمش منه القول بالقوة المدعمة لا بدا التخزين ده في خلايا المخ مش في كل لحفظ الذاكرة كل الخلايا اللي حولها تتجدد إلا إيه ليه لأنه التغير حيؤدي إلى مسح شامل لجميع صفحات الدماغ ولو حدث هذا شوف كده حتى يوم القيامة يعني انت تقول قوة مودع خلاص ما هو ماتت خلايا المخ ودفن الإنسان لما يبعث خلاص يعني هنقول انه هتتجدد يوم القيامة بلا شك مش هتيجي هي هتتجدد مش كده؟ لا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يبقى هتعود يعني معناها اللي خلق فيها اللي خلاها بدون تجدد هيعيد هذا التجدد ويخلق فيها الذاكرة القديمة فحيتذكر الإنسان يوم القيامة بل حتكون ذاكرته أصفى وأقوى وأشد ومش هينسى أصلا شيء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى قالوا العلماء بتقول هذا العلم ماذا قالوا قالوا في الدماغ 13 مليار مش 1000 ولا 1000000 مليار من الخلايا العصبية في الدماغ واحد تؤدي وظيفتها في حياتنا و100 مليار أخرى تشكل حراسة لهذه الخلايا يعني الخلايا اللي بتؤدي وظيفتها اللي كان 13 مليار معها 100 مليار عشان تحرس الخلايا من التلف أو من الفساد يعني 100 عشان يحرس كان 13 وفي أنفسكم إيه أفلا تشكرون تعال مثلا في دم الإنسان حيجد حشد هائل من كرات الدم الحمراء تنقل كل 24 ساعة 600 لتر من الأكسجين يعني كرات الدم الحمراء كل 24 ساعة تنقل إلى الجسم كم 600 لتر يعني في اليوم تأخذ كم لتر من الأكسجين 600 لتر دول لو بيتباع بالفلوس دول كان عمل كتير إذا كان ما تنقلهم إلى خلايا البدن عدد هذه الكرات 25 مليون كرة حمراء كلام الناس المتخصصين 25 و25 مليار من الكرات البيضاء ايه وظيفتها البيضاء تقف جيشا لمناعة البدن ومقاومة الجراثيم ما تخافش من الموضوع كأجهزة أمن شوف كده أجهزة وقاية يضاف إلى هذا 1,000,000 من الصفائح الدموية لصفائح الدم تحفظ الدم من التخثر أو من النزيف طيب
لما تأتي إلى قوله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وتأتي إلى قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، في العين الواحدة قرابة 7 مليون مستقبل للضوء في العين الواحدة، عشان الإنسان يميز بين الألوان فيستطيع رؤية ألوان لا عد لها، ألوان كثيرة جدا بخلاف العدسات اللي أنواع معينة 23 24 كمية محدودة، إنما العين من ربنا سبحانه وتعالى خلقها ما استطاع حصر الألوان ليتميز بينها، إنما الثاني يستطيع بالعدسات أنواع محدودة لا يمكن إيه يزيد عليها. ده بالنسبة حاجة بسيطة جدا عن إيه، فانظر إلى إيه إلى نفسك شيء يعني قطرة من بحر. بعدين ثم انتقل للعالم العلوي، بس استفلقت الإنسان العالم العلوي أفراد المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية دي ليست المجموعة الشمسية كلها اللي فيها 12 أو 13 من الوصل أو زاد أو أكثر الآن، المجموعة الشمسية كل هذه عبارة عن فرد كلها من أفراد المجموعة المجرية، المجموعة الشمسية دي أكملها لما فيها الأرض، والمجرية التي قدر عددها ما يزيد على 100 مليون مجرة ليست إلا فردا من أفراد المجموعة النجومية. نشوف الشمس دي تشوف زي ما الحديث الأرض الأراضون السبع دول إيه بالنسبة للسماء زي حلق السماوات السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي كحلقة ملقاة فيه فلا. طب شوف عالم النجوم، طبعا احنا مش متخصصين في الفلك بننقل كلام الايه اهل العلم، قالوا اصغر النجوم لو جئنا به لامكن ان نسد به عين الشمس، اصغر ايه نجم، وهناك نجوم بلغت من العظم ما يمكن يعني لو تسد ملايين كثيرة مثل شمسنا في الحجم وزيادة، والشمس اللي احنا تطلع علينا كل يوم العالم العلوي ده، المقصود بالعالم العلوي يعني الأفلاك النجوم السماوات عالم السماوات، والعالم السفلي يعني ليه الأرض. الشمس تبعد منا كم 93 مليون ميل بعد الشمس من ايه من الأرض، فهي أبعد بالنسبة للقمر أبعد عنا من القمر بحوالي 400 مرة، يعني مسافة بعد الشمس من بعد القمر كم يعني هي أبعد من القمر 400 مرة، يعني القمر أقرب إلينا من إيه؟ من الشمس. ثم انتقل للعالم العلوي، يعني آيات عظيمة تصيبك بمفاجآت عظيمة منذ خلق الله سبحانه وتعالى هذا العالم. فما الذي اكتشفه العلم من حقائق بالنسبة للعالم العلوي؟ ما زال يكتشفون ويحاولون، وخلق الله سبحانه وتعالى انه جاء بالسين ولم يأتي بسوف، لم يقل سوف، قال سا سنريهم، يعني معنى كده ايه ان السين دي بالاستقبال. لما نزلت هذه الآية على أصحاب رسول الله كيف قرأ قرأها بالسين؟ طب والآن نحن نقول ايه يعني نشيل السين عشان خلاص تحقق، لا سنريه، يعني ما زال في كل قراءة استقبال لمعلومات جديدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو كانت يعني سنريه ده مستقبل قريب وتحقق كما في الداعي الآن احنا نشيل السين نقول ايه رأيناها او رأوا، انما سيعمعناها لكل جيل او لكل عصر ما يناسبه من الايات، فلو ظهرت هذه الايات كلها مرة واحدة لانكرها، انه كان لسه الوسائل لا تستطيع تحمل، يعني ليس من الحكمة ان تكشف الحقائق للعالم مرة واحدة، انه سيسارع الناس الى تكذيبه ولا يعرفون معناه، انما كل ما العلم يزيد كل ما تتسع هذه الدائرة،
كل ما يظهر من آيات الله وعظمته وقدرته الباهرة في هذا الكون ما يحير العقول ويدهشها. ثم انتقل إلى العالم السفلي الذي جعل لكم الأرض فراشا لآية عظيم، والأرض برضا جعلها مهادا، لما جعل الأرض قرارا مرة يقول فراشا ومرة مهادا ومرة قرارا. لو شفنا بعض الحقائق البسيطة على جناح السرعة بالنسبة للعالم السفلي، شوف السفلي ده هو سفلي يعني لأنه يقابل العلوي، مش سفلي يعني معناها يعني في الاعتقاد، لا ده هو أيضا في آيات عالية، مش آيات عظيمة باهرة علوية، ولكنه سفلي لأنه يقابل العلوي. كمية الهواء اللي هي في الأرض لا تزيد على جزء من مليون من كتلة الأرض. إذا حبيت تعمل نسبة بين الهواء والأرض يبقى واحد على إيه؟ على مليون. ليه؟ قالوا لو زادت يعني الواحد على مليون ده لو زاد لازداد الضغط، فالإنسان يشعر بالإرهاق والتعب لو زادت كمية الهواء، زي ما شوية هواء الفحوص تمرق شوية هواء بسيط، يعني الناس يقولوا كيف قد لفعت ايه هواء، امال لو زاد الهواء في الارض هيحصل ايه؟ هيرهق الانسان. طب ولو نقص لافسحت النقص ده المجال للشهب المحترقه اللي بتخترق الفضاء ان تضرب وجه الارض الشهب دي فيهلك الحرق والنسل، يعني لو زاد مشكله ولو نقص وكل شيء عنده به، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. ده بالنسبة للهواء. طب لو انخفضت نسبة الأكسجين، والهواء ده فيه أكسجين وفيه ثاني أكسجين، نسبة الأكسجين دي لو انخفضت لشعر الناس بالاختناق، اختنق الإنسان لو انخفض، زي الإنسان اللي بيصعد فيه كأنما إيه صعد في السماء. طب ولو زادت لاحترق الجو، يعني الهواء يشتعل، يعني نسبة محددة لو زادت لشعر الناس بالاختناق، ولو نقصت لو نقصت لشعر الناس بالاختناق، ولو زادت لاحترقت الهواء الجو تشعر بأنه نار، مش هواء نار. لو زادت كذلك الماء، احنا عندنا المساحة اليابسة وايه والماء، الماء ده يغطي ثلاثة ارباع الارض، يعني الماء بالنسبة للارض كده كم مرة؟ ثلاث مرات، ثلاث ارباع الارض، يعني اليابس رطب والباقي ايه ماء مية. طب ليه هذا؟ بل لتتم عملية التبخر وتتعادل درجة الحرارة كده، لو عشان يحصل تبخر يبقى درجة الحرارة ايه معتدلة، يعني لو زاد عن ثلاثة أرباع مش هينفع، ولو نقص برضه ما ينفعش، لازم يكون بهذا الايه الميزان. كذلك الايه الماء البحر مالح. ليه؟ لئلا يدب الفساد من بقايا الحيوانات، يعني بما ملجية البشرين في البحار والناس اللي تغرق، لولا انه ماء البحر مالح لانتن من هذه الايه القاذورات والجيف اللي بترمى فيه، تبقى الملوحه دي تقضي على ايه. فبعدين وزعت البحار بين القارات، يعني البحار مش كلها في مكان واحد، ده بحر هنا وبحر موزع بين القارات. ليه؟ لتتم عمليه المطر بدوريه، مره في الشرق مره في الغرب مره في الصين مره في وسط افريقيا، ما يجيش المطر كله في مكان واحد واماكن ثانيه، لا لازم يكون في توزيع نظام الهي محكم. عشان كده وزعت الايه البحار والانهار. الارض تدور حول نفسها بسرعه كام؟ 1000 ميل في الساعه. الارض بتدور حول ايه نفسها بسرعه كام؟ 1000 ميل. وتدور حول الشمس بسرعه 65000 ميل. طب لو زاد حجم الارض او نقص لتغيرت السرعه والايه والجاذبيه. مثلا
قلنا لو زاد الحجم هيتغير ايه السرعة، ولو نقص هيتغير الجاذبية. الارض بتدور حول نفسها بكام؟ سرعة كام؟ الف ميل. لو كانت مئة ميل بتدور الف ميل في الساعة، افرض دارت مئة مش الف، هي اللي هيحصل. النهار كم ساعة؟ 12 ساعة. والليل كم؟ 12 ساعة. عارف لو بقيت في الالف ميل دي، لو بقيت 100 ميل حيبقى النهار 120 ساعة. ماشي النقطة؟ النقطة الالف جيبها فين؟ قدام 12، يبقى النهار 120 ساعة والليل 120 ساعة، يبقى معناها 240 ساعة الليل اليوم. لا، لو كان كده ايه اللي هيحصل؟ هتحترق الزروع، عشان النهار طويل جدا والشمس الزرع هيحترق. طيب وبالليل 120 ساعة هيتلف من البرد. ف 12 ساعة بسرعة على بال ما يعني الشمس يجي الليل يروح يسكن به، انما لو كان مدة كده طويلة على بال ما نصبح نلقاها تلف من شدة الشمس، وعلى بال ما يجي الليل من البرد يعني كل مرة نزرع هيتلف الزرع في اليوم نفسه. لو كانت السرعة غير ربنا سبحانه وتعالى وضعها. طيب لو اختلت سرعة الأرض حول الشمس لتغيرت الفصول الأربعة، يعني فجأة كده تلقى شتاء، فجأة تلقى خريف، تلقى صيف، مش إنما التوازن ده بيخلي الفصول مرتبة بنظام عجيب. ولذلك كما كلما يشاهد الإنسان شيء عجيب ماذا يقول؟ ها؟ سبحان الله. كان الشيخ يحيى الباكوبي له حزب اسمه حزب الستار، فكان يقول يحيى الباكوبي أو الباكوجي، كان يقول أعددت لكل أعجوبة سبحان الله، يعني كل شيء عجيب كده يلفت النظر سبحان الله. فسبحان الله حين تمسون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهر، وكل شيء عجيب في آية في النظر آية من آيات الله. يعني هم 10 كلمات نعدها للشدائد للأهوال للتغيرات. يعني مثلا الكلمات اللي هي الباقيات الصالحة سبحان الله، احفظوا في الأربع سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ظل احنا محافظين عليها. ايه الخمسة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه السادسة؟ استغفر الله. طب السابعة؟ توكلت على الله. الثامنة ايه؟ ما شاء الله. والتاسعة؟ انا لله وانا اليه راجعون. والعاشر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولوا لك كم؟ يعني نعد لكل هول لا اله الا الله. الاحوال حتى في البخار لا إله إلا الله الحليم دي في الأهوال كمان في الإنسان من الأهوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في صحيح المسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. شفت كده؟ في حديث ثاني برضو عن سيدنا أبي هريرة في الصحيح، من قال دبر كل صلاة، نحن الآن نقول بدعة والورد، من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وقال في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. إذا نعد لكل هول لا إله إلا ولكل أعجوبة سبحان الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل ما يشغلنا عن الله الله أكبر. إن شغلتك نفسك وما فيش حاجة في الوجود تصلح أن توضع في مقارنة مع الله. ولذلك كلمة الله أكبر اللي الكلمة الرابعة دي ما جاتش في القرآن، ليست في القرآن،
ولم تأتي مضافة، يعني مش يقول لك فلان أعلم من فلان، أكبر من فلان، أحسن من فلان، إنما الله أكبر من إيه؟ ما ينفعش تقول كل شيء، لأنك بهذا لو قلت من كل شيء جعلت المخلوقات في مقارنة مع الله، والخلق ليس في مستوى، لا يقارن به شيء وليس معه شيء حتى نضع، فما في الحقيقة كده ما في شيء معه حتى نضع. المقارنة تكون بين شيئين والوجود له وحده، فين الشيء اللي انت تحطه تقارنه؟ ما فيش. فعشان كده ما فيش به مضاف، زي يقول بأفعل تفضيل ليس على بابه، لو كان على بابه ده معناه هيقتضي المشاركة. أعلم يعني معناه أثبتنا العلم لغيره لكنه هو أعلم، فلان أحسن من فلان، إذا اشترك الاثنين في الحب في مشاركة، فلأجل هذا لم تأتي الإضافة، فده أفعل تفضيل بس مش على إيه؟ مش على بابه، ده إيه؟ يبقى كل ما فيش حاجة في الوجود، إنما هو وهم في النفس كده ينازع الإنسان أو يصور له إنه في حاجة أهم أو أكبر. فعشان هذه المنازعة والوسوسة النفسية يعني جاءت هذه الكلمة لتصرف الإنسان أو عندما يشغل عن شيء، بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها لأم المؤمنين كانت تقول إذا نادى المؤذن أو بدأ الأذان كده قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيننا كأنه لا يعرفنا ولا نعرف، يعني حصل إيه؟ فيش حاجة إيه؟ فلذلك تجد كده مثلا الأذان ده سر عظيم، بدء ابتداء الأذان بكلمة التكبير الله أكبر، مع إنه المقصود إيه؟ دعوة الناس للصلاة، فلماذا لم يبدأ بهذه الكلمة حي على الصلاة تعالوا صلوا؟ هل هذا المقصود؟ فقال لا، لازم يتحرك في قلب المؤمن معنى إجلال الله وتعظيمه وتكبيره أولا، لحد ما نوصل عند حي على الصلاة نيجي بسرعة، إنما لو تحركش المعنى ده في قلبه إنه الله أكبر مش هيستجيب للنداء. فرحمة ربنا عملت ذكر بأنه هو أعظم وأكبر من المشاغل دي اللي هي الأوهام الحقيقة، ما فيش حاجة يعني أنت ده عندك أنت مش ما فيش. فلما يحدث هذا المعنى في القلب راح جاب لك المعنى الثاني اللي هو الأساس، أشهد أن لا إله إلا الله، وكان ذكرك بصاحب الرسالة اللي هو سبب الهداية، وبعدين قال لك تعالى صلي. لما تجيب لك الأساس ده كله يقول لك تعالى صلي عندك جربة، لما قال لك من البداية مش هتهتم، مش هيتحقق عندك المسارعة للاستجابة ولتنفيذ أمر الله، فتأخرت حي على الصلاة، ولما جابها لك راح رجع للثاني بالتكبير. انت تشوف التغيير رجع تاني، بدل زي ما بدأنا رجعنا تاني، خد بالك مش عشان ما تنساش، وراح ربطها لك بايه؟ بكلمة التوحيد في الآخر، وقال لك انت حر بك، جيت ما جيت يلا معك. ولذلك نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الأذان بنفسه، يعني كان يعم الناس، والأذان رآه غيره وهو رأوش منه، لكن أذن الواحد مفكر يقول لك لم ينقل أنه أذن ولو مرة واحدة. بعض العلماء يقول لك الشاهد ليه ما أذنش؟ مفيش مرة كده أذن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. بعضهم يعني تكلم قال حتى لا يظن أن النبي واحد ثاني غير اللي بيقول أشهد أن محمدا، ومش هينفع يقول أشهد أني رسول الله، يقول أشهد أن محمدا. راح رد عليه لما كان يقول في الخطبة أشهد أن محمدا عبده، كانش يقول أشهد أني، كان يقول أشهد أن محمدا، ومرة كان يقول أشهد أني. فقال لو أذن أو صلى الله عليه وسلم بنفسه لرحمة بالأمة أنه ما أذنش، لأنه لو أذن لكان كل من تخلف عن النداء كافرا. وفي هذا رسول البدو ولو ما جاش حيبقى ايه؟ ضريب كافر. فمن الحكمة انه ايه؟ وسع وقت الصلاة وهكذا، لان ده حاجة عظيمة ايه؟ جدا. الكلمة الرابعة الله اكبر، دي الايه؟ اي حاجة تشغلك تذكر نفسك من ربنا اكبر. ده والكلمة الخامسة
لا حول ولا قوة. لين عدها ليه؟ قال تعدها دي عد لكل طاعة ولكل معصية. كيف تعدها لكل معصية؟ بل المعصر ما في الحول له بمعنى التحويل، لا ممكن تتحول عن شيء إلى شيء إلا بالله سبحانه، يعني بقوته لا بقوة نفسك. يعني لا قدرة لإنسان على فعل طاعة ولا حول له أن يترك معصية إلا بإذن الله، لا حول ولا قوة إلا. وبعدين أعددت لكل ذنب أستغفر الله، يعني طالما في استغفار خلاص أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب، وما يغفر الذنوب إلا وسيد الاستغفار. لكل قضاء وقدر توكلت على الله، لكل غم أو حزن أو سرور أو انبساط أو فرح ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، لكل كيد ومكر وتدبير حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى هذه الكلمات هي العشر المنجيات التي تنجي الإنسان من الأحوال ويحفظه الله سبحانه وتعالى بها. يبقى إذن إيه ده كله فين؟ في العالم السفلي. والقرآن الكريم يلفتنا إلى دليل عظيم ودليل الهداية، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يعني بيقول لك ألهم والذي قدر فهدى، يعني ألهم كل شيء غاية وجوده، هداه يعني هداه لوظيفته للمقصود منه، وعلم كل شيء الوظيفة المحددة التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها. ولذلك في السورة دي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فيها أربع حقائق عظيمة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، طالما خلق إذا ما فيش خلق بدون بدون خالق، مش كده؟ ما فيش تسوية بدون مسوي، وما فيش تقدير بدون مقدر، وما فيش هداية بدون هادي. فخلق قال كده فسوى والذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كذلك هناك ضوابط وموازين عجيبة في هذا العالم اللي هو العالم السفلي. بعض ضرب أمثلة سريعة، قال أنثى السمك في البحار تضع كل مرة آلاف البيض، الأنثى ما في السمك في ذكر وفي أنثى، الأنثى في البحر تضع آلاف البيض، لكن مش كل هذا البيض السمك يبيض، مش يلد مش بيبيض، ويفقس تطلع سمك ثاني. لكن لو فقست هذا البيض، لو فقس كله لم تلأت البحار أسماك، ما تلقاش سفينة ما تلقاش كل البحر بسمك، وما اللي بيفقس عدد بسيط والباقي يكون غذاء للكائنات البحرية الأخرى. يعني بعض البيض يفقس والباقي يلتهم السمك كغذاء حتى يحدث توازن، ما يبقاش البحر كله مية فاضي أو سمك ما في كده وفي والصياد يرمي الشبكة وهو هو نصيبه. إنما لو كان السمك ممتلئ الناس هتاخده باليد كده، مش عاوز. بذلك قالوا بالنسبة إذا من حاجة بالنسبة للسمك كانت تبين بينه في خلق فسوى وقدر، يعني في توازن وفي تقدير. قالوا كل زوجين من الفئران، الفأر والفأرة، ينتجان خلال أربع سنوات، يعني زوجين فأر وفأرة الذرية بتاعتهم كم كل أربع سنين، يعني فأر واحد وفأرة واحدة،
في مدة أربع سنوات يخلفوا كام؟ مليون فأر في أربع سنين اثنين، يعني مليون فأر جمني من ذكر وإيه وأنثى. لأن الأنثى قالوا كيف يعني فأر وفأر يخلفوا كل أربع سنين مليون؟ قالوا أصل أنثى الفئران تضع كل يوم كل 20 يوما عدد يتراوح بين 6 إلى 8، يعني كل 20 يوم بتخلف من 6 إلى كام؟ أبو بعد 24 ساعة تكون مستعدة لحمل جديد. 24 ساعة وتكون إيه جاهزة للإيه للحمل الجديد. فلوحظ إنه الموت يجتاح الإيه الفئران اجتياحا كبيرا، بحيث لا يبقى من كل 8، يعني كل 8 يموت 7 وإيه ويبقى واحد عشان الناس اللي يبقى. ولو عاش الجميع تصور إيه اللي هيحدث. كذلك مثلا أنت عندك مثلا حكمة ربنا أعمار هذه الأمة بين 60 وبين الإيه 70، يعني كل 10 سنين كذا تلقى في العائلة انقرض العم الكبير ابن عمك ابن خالك، وبعدين يجي جيل إيه جديد. قد الله عليك الشقق والبيوت والأماكن زي ما أنت عارف. لو مثلا جدك موجود وأبو جدك واللي فوق منه هتوديهم فين؟ هتعمل لهم صناديق وتحطهم فوق السطوح؟ فشوف يموت دولة ويطلع إيه جديد والثاني هكذا. حكمة وتقدير إيه عجيب. فانظر إلى نفسك ثم انتقل إلى العالم العلوي ثم تجد إيه ده اللي قرأناه المرة الماضية. اقرأ لنفسك. فانظر إلى نفسك. ماشي يا ابن. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله إلى نفسك الكلام على حذف مضاف، أي إلى أحوال نفسك. فانظر إلى نفسك، أنت كش لا يعني تدبر في أحوالها وفيما يجري من هذه الحقائق التي ذكرت عنها. والمراد بالنفس الذات، وإنما بدأ بها لما ورد من عرف نفسه عرف ربه. يعني هذا الحديث ملوش أصل باتفاق المحدثين، وده شيخ المحدثين الإمام سيدنا النووي قال ليس هو بثابت. لكن مش معنى ثابت، ما لما يكثر بعض الناس اتهم أهل التصوف وأهل الكلام منهم بيجيبوا أحاديث موضوع يقول لك له شواهد تمام أو معناه صحيح فيريدونه على هذا. وفي بعض الناس صح بطريقة كانت طريقة الكشف، لكن ما ينفعش ده المعيار في ايه في هذا العلم. فباتفاق المحدثين وعلى رأسهم الشيخ الإسلام الإمام النووي قال ليس هو بثابت. والسيوطي وافقه على ذلك في كتاب الحاوي والسخاوي في المقاصد وغيرهم والزركش في التذكرة. يعني قالوا هذا الحديث أصح أنه يكون إيه موقوف أو من كلام من يحيى ابن معاذ الرازي. ويحيى ابن معاذ لما يقول هذا الكلام يبقى مثلا استوحاه أو فهمه من إيه من نصوص الشريعة. يعني إذا كان لفظا وكل مهمة المحدثين يبحث هل هذا اللفظ خرج من فهم النزول ده مهمة المحدثين، لكن قد يكون المعنى مأخوذ من نصوص صحيح ويوافق ايه في اللفظ حديث ايه اخر. ولذلك معناه ايه الصحيح من عرف نفسه. يعني ايه كيف من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ يعني من عرف نفسه بالحدوث ها والفقر والاحتياج عرف الله بالغنى المطلق والقدم وبانه واجب. من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بانه قوي، وهكذا. يعني كل الصفات اللي في نفسك من الأمارات الفقر والاحتياج والحدوث والضعف فالله سبحانه وتعالى على ضدها. أهو هذا المعنى بالمعنى. طالما في وجه صحيح فإحنا نقول، ولكن لا نقطع بأنه حديث أو لا نذكره على نقوله كده على أنه حديث أو ننسب إلى يحيى بن معاذ قول مأثور، لكن ما نقولش حديث. إنه حديث طبعا أعوذ الرواية وأعوذ من
كذب عليه متعمدا. اما الجماعه الكبار فيقولوا زي ما هم عارفين يعني ناس اربعه وكاشفوا الحقيقه وعارفين اذا كان حديث ولا مش حديث. ما ورد ما قيمه ورد يعني معناها حديث يعني. فما تسمع ورد يعني ورد في الحديث يعني. لانك ما ينفعش تقول ورد على حاجه مش ليس بوارد ولما ورد يعني حديث. وحتى السيوطي كده عنوان كده القول الاشبه في حديثي كده عنوان في حديثي من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني اتكلم فيه على انه مر على انه حديث والا ما يقولش في حديث. فقيل معناه من عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ربه بالقدم والغنى، اي من تفكر في بدائعها استدل بها. وقال الشريف المقدسي رحمه الله في مفاتيح الكنوز وحل الرموز هو إشارة للتعجيل، أي أنت لا تعرف نفسك فلا تطمع في كنه ربك. هذا معنى ثاني يعني إما نأخذ كده بما قلناه من عرف ربه بالإيه، من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه بالاحتياج عرف ربه مثلا بالعظمة المطلقة، وعرف نفسه بالحدوث بالقدر وهكذا. او ايه المعنى الثاني اللي هو ايه يعني معناها انت مش ممكن هتعرف حقيقة نفسك، فكذلك لا تطمع في ان تعرف كن يعني ذات ربك سبحانه، كما انك لا تعرف حقيقة ذاتك. كان زمان واحد يدرسنا في الدين كان يقول انت تعرف وتقطع بان فيك عقلا، لكن هذا العقل اللي هو في دماغك وتفكر به لا يقطع او لا يعرف عدد الشعر اللي في هذه الراس اللي هو فيها، فكيف تطمع في انت؟ اذا كان قلنا لك كم شعر ايها العقل في الراس اللي انت ليه مش راسك انت مش راس حد ثاني ومش حتعرف تعدها كم. فلأجل هذا لا تطمع في يعني في شيء في نفسك انت عاجز عن معرفته، فكيف تطمع في وراء فيما وراء ذلك فيما هو اكبر فيما هو اعظم في سرادقات العز والجلال والعظم والكبرياء. محل العقل نفسه ماذا مختلف ومحل العقل مهما فكر الانسان لم يدرك هو فين فين مكانه في القلب، له شعاع في الدماغ لطيف سر ربه. نعم اي يعني معناها التعريف نفسه غير واحد مش واحد مش واحد، الدليل على انه الحقيقه بعيده الايه المنال وبعيده الادراك. يعني معناها ده دليل على انه هو عاجز، فمن باب اولى حيكتب. قوله للعالم العلوي اي كالسماوات السبع والعرش والبيت. المقصود بالعالم العلوي عن السماوات، فلم ينظروا الى السماء فوقهم، فوقهم يعني يفيد الايه؟ العلو. بل اسمه العالم العلوي. يعني لان ما علاك فهو ايه؟ السماء. لكن لو كنت انت من سكان السماوات هذا مش عالم علو بالنسبه لي. العالم العلوي بالنسبه ايه؟ بالنسبه لنا. والملائكة والليل والنهار والسحاب. وقوله ثم السفلي أي كالأرض وما حوت من أشجار وأنهار. والعالم العلوي السماوات يعني كاف كاف التشبيه مش كله السماوات والعرش والكرسي والملائكة. وكم من ملك في السماوات يبقى مسكن الملائكة هي فين؟ يعني الأرض ما فيهاش ملائكة وما كيف كم من ملك في السماوات؟ كلنا على حسب المسكن بتاعهم لكنهم يتنزلون الى الارض وبعدين يصعدوا الى الايه؟ الى السماء، ينزل يخلف وظيفته هنا وبعد كده ايه؟ يعرج الحديث يعرج فيكم او يتعاقبون فيكم، يعني وظيفتهم او شؤونهم لكن مسكنهم فين؟ في السماوات. وكم من ملك نعم الليل والنهار من بحسب انه ده تابع الشمس والقمر، الشمس نهار القمر بس تبع نتيجه يعني طلوع الشمس، الشمس فين في الارض ولا فوق؟
يبقى الليل اللي حيجي من القمر ده تابع العالم العلوي والنهار تابع العالم ليه العلوي. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمن تأمل تلك الأشياء وعرف أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى وهو متصدق فيها بالإيجاد والإعدام والحركة والسكون كان عارفا بالدليل. يعني كده لو وصل إلى ذلك وخرج عن التقليد يبقى مش مقلد يعني معناها رجل عرف يعني وصل إلى المعرفة بالأدلة هذا الذي شأنه كذلك ليس مقلدا. يعني إذا تأمل فكر يعني شكرا مع الفكر ده والنظر هو وسيلة للمعرفة وعرف أن الأشياء دي مخلوقة لله يعني ليست لذاتها ولكن لها خالق وهذا الخالق متصرف فيها يوجدها أو يعدمها أو يحركها أو يسكنها كان عارفا بالدليل وإن كان يختلف الناس عن بعضهم في الأدلة يعني منهم اللي هو متبحر ومنهم اللي هو بسيط منهم اللي هو دليل إجمال ومنهم دليل تفصيل إذا الناس في معرفة الأدلة ليسوا إيه سواء. قال بعض العارفين وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آية يعني علامة لأنك لو تدبرت ونظرت في أي شيء من مخلوقات الله لكان علامة تشير إلى خالقه أي شيء سواء من أشياء أو من أجزاء العالم العلوي أو العالم أو في نفسه فأي شيء يشير إلى خالقه. فانظر بعقلك أو بفكرك هل ترى شيئا كل سوى فعل من وانظر إلى أعلى الوجود العلوي العالم وسفله نظرا تؤيده بالاستدلال تجد الجميع يشير نحو جلاله كله يشير إلى إيه؟ إنه في خالق وأنه واحد تدل على أنه ليه؟ الواحد. قوله الزيت المدعب تجد فانظر إلى نفسك ثم انتقلي العالم العلوي ثم السفلي هنا في إيه أمر فانظر والأمر يحتاج إلى إيه جواب. يعني عاوز أقول لك إذا نظرت إيه النتيجة إيه الجواب ماذا يكون؟ يعني إذا نظرت إلى نفسك ثم انتقلت إلى العالم العلوي ثم السفلي وجدت قال تجد إيه معنى تجد يعني تلقى حق قال لك لا تجد بمعنى تعلم الوجود هنا بمعنى إيه العلم تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جاز عليه عليه قطعا يعني معناها بديع ومتقن ولكن مشكلته فيه أين المشكلة؟ جواز العدم إنه يجوز عليه العدم دي المشكلة العجيب في إنسان يغفل عنها في غفلة يعني في إنسان مثلا رجل بنى قصرا مشيدا ودعا الناس إليه وسألهم هل تجدون في هذا البناء عيب؟ قالوا جميعا لا يعني متقن غاية الإتقان في الصنع والهندسة والأبواب ولكن رجل من أهل البصيرة قال وجدت فيه عيبين قالوا ده الملك أو الأمير لا يرضى بعيب واحد فلو سمع بعيبين حيقتل أنا صادق فيما أقول فسأله ما هما العيبان قال العيب الأول يخرب هذا يعني عدم يعني مش هيبقى يعني هيأتي عليه يوم حيبقى فيه تراب أو حيزول أو حيفنى ده العيب الأول هو إيه لكن به قام هو العيب الثاني حيموت مين حيموت صاحب القصر ده العيبين دول يعني للقصر حيبقى ولا صاحبه
هذه المشكلة اللي تنبهر وتعجب ثم يعني لمحة بسيطة كده فتعلم أنه يجوز عليه أن ينعدم في أي لحظة، لأنه في الأصل كان عدم. كان عدما وقام به دليل العدم. قوله تجد به أي تعلم وتتحقق فيه. قوله صنعا يعني صنعة باهرة. صنعا تجد به، صنعا يعني تجد به صنعة، يعني صنعة باهرة وبديعة على غير مثال، على غير مثال سابق. وأعظم ما في الإبداع أن يكون إبداع معنا على غير مثال سابق، لأنه لو كان فيه مثال سابق فأوجد الله العالم عليه لكان طبعا شيئا عظيما، ولكنه لا يكون بديعا. فالإبداع يعني زي تعريف البدع، أحدث شيء يعني لم يكن على عهد رسول مثلا، فكذلك أحدث الله هذا النظام ولم يكن في عهد سابق. البدع البدع بديع يعني منشئهما ومبدعهما على غير مثال. لو انت عملت تصميم جميل ورائع وان قال له كيف صنعت، رحت قلت انا جبت مثلا نموذج من ايطاليا من اوروبا، معناها عملت هذا على على مثال، لكنه على غير مثال. قوله لكن به قام دليل العدم، هذا رد على الفلاسفة القائلين إن العالم من عرشه لفرشه قديم، يعني كأنه أراد أن يقول إن هذا العالم حادث وليس بقديم، وهذه إشارة. لكن دي بيجيبوها في القياس، في المنطق، في القياس الاستثنائي، في القياس الاقتراني. لكن يعني مثلا نقيس مثلا إذا كان هذا جسم فهو متحيز، فتقول لكنه جسم، فالنتيجة إذا هو ده قياس استثنائي، لأنه ذكرت في أداة الاستثناء، وأداة الاستثناء في المنطق اللي هي لكن. إنما القياس الاقتراني اللي هو لا تذكر فيه أداة الاستثناء، تقترن جميع عناصره. خلاص؟ دليل عدم أنه سيعلم ولا كان عدم. لا، لكن به قام دليل العدم، يعني ايه معنى دليل العدم؟ يعني قام الدليل على انه حادث، يعني معناها وجد بعد ان لم يكن، ليس قديما يعني، يعني كان عدما، يعني كان، وطالما كان عدما يبقى معناها لا، معناها سيعود الى ما كان عليه، لكن يبقى هنا مسك القبل ومسك اللي بعد وقت، لكن قام دليل العدم السابق هو نفسه دليل عدم اللاحق، فمش معناها عدم اللي هو حيقول إليه واللي كان، لكن قام به دليل العدم. نعم، بس العدم ابتداء قد لا يكون العدم انتهاء، لأن الجنة كانت عدما ثم ستبقى إلى ما لا يكون، بس قام بها دليل العدم. ده موضوع البقاء هذا بدليل ثاني، إنما هو من ذاتها هي معدومة دائما، يعني معناها كانت عدما وأيضا تصير عدما، لكنها استثنت بدليل آخر بإبقاء الله أو بوعد الله، وهو لا يخلق، بدليل ثالث هذا باقي ليس لذاته، نتكلم عن الباقي هنا والموجود لذاته، ده لغيره، ده مش داخل معانا. فرد عليهم بقوله لكن به قام دليل العدم، يعني وإن كان العالم متقنا بديعا هو حادث لما قام به من دليل العدم، لأنه أجرام وأعراض، فحدوث الأعراض بمشاهدة التغير والأجرام لملازمتها لها. يعني مثلا كيف قام على السؤال، كيف تقيم الدليل على حدوث العالم؟ تقول كده العالم عبارة عن أجرام وأعراض، يعني جواهر وأعراض، والجوهر ده يعني العالم كله عبارة عن الجوهر وأعراض، بس شيء دي المقولات العشر، الجوهر وأعراض التسعة اللي مجموعة زيد اللي هي زيد الطويل الأزرق ابن مالك كان متكي بيده رواه، هذه عشر مقولات، يعني العالم عبارة عن جواهر وأعراض. طب احنا شاهدنا تغير تغير الأعراض، فكيف دل إذا شهود التغير في الأعراض
يدل على أنها حادثة. فكيف نحكم على حدوث الأجرام؟ قالوا لملازمة الأعراض لها، وما لازم الحادث فهو حادث، لأن لا توجد الأعراض إلا بها، وهي لا توجد بدونها. فإذا كان يعني في حاجتين متلازمين لا يمكن يوجد ده بدون ده، فإذا قام الدليل على أن واحد فيهم حادث يبقى يلزم أنه يقوم على الثاني. أنا وأنت لازمين في بعض، فإن حضرت الأزهر لازم أحضر، أنا لاسك فيه فلازم أحضر معك، فإذا أنا ما حضرتش لازم أنت ما تحضرش. فيبقى إذن إيه الدليل على حدوث الأجرام؟ ملازمة الأعراض لها، ما تنفكش عنها ولا توجد إلا بها، وما لازم الحادث وهو حادث قطعا. وملازم الحادث حادث بالضرورة، قوله وكل ما جاز عليه العدم، هذه كبرى قياس المقضي. وخذ بالك كده العالم كله هنا محصور في المقولات العشرة، الجوهر وأعراض التسعة، الكم طبعا فيه متصل فيه منفصل، وبعدين الكيف والإضافة والأين، وبعدين اللي هو الزمن اللي هو المتى، وبعدين الوضع اللي هو الهيئة، وبعدين الملك، وبعدين الفعل والانفعال. هذول في ثاني هات كده، العالم عبارة عن يعني عن الأشياء دي. جرم قامت به هذه الأعراض ولا يخلو، ولا يخلو أقل حاجة عشان ما تنساش الحركة والسكون. فهل يخلو جرم أو جسم عنهما معا؟ لازم يقوم به واحد، ولا يمكن تبقى الحركة ولا تتغير والسكون، وهكذا كثير تغير في حدود. نعم. الله أكبر الله أكبر. بس عاوزين نقف على ايه، وفسر الايمان بالتصديق، يعني بس صفحة على الله.